أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لغتنا الجميلة، والتي نتناول فيها اليوم موضوعا بعنوان أنواع الضمائر. فالضمير أعزائي الطلاب لغة هو ما تخفيه في نفسك ويصعب الوقوف عليه، أي تصعب معرفته. والضمير عند النحاة أعزائي الطلاب هي ألفاظ تستعمل للحديث عن أشخاص معروفين دون ذكر أسمائهم. فما الضمائر؟ وما أنواعها؟ وما دلالتها؟ هيا بنا أعزائي الطلاب لنحدد معا أمثلة درسنا ونجيب عن سؤالنا السابق وعن أسئلة أخرى سنطرحها في سياق حلقتنا. عبر عزيز الطالب عن الصورة التالية بجملة مفيدة من خلال الإجابة على السؤال التالي: أحمد يتكلم عن نفسه، فماذا يقول؟ قد يقول: أنا تلميذ مجتهد. تأمل عزيز الطالب الكلمة التي خطت باللون الأحمر، أنا، فهذا لفظ دل على شخص معروف يتكلم عن نفسه، كما رأينا أحمد يتكلم عن نفسه. ولكن هل ذكر اسم محمد أو أحمد؟ نقول لا. فإذا أنا قد أخفت وأضمرت الاسم محمد في الجملة، فلذلك تسمى أنا ضميرا. فالضمير أعزائي الطلاب هنا أنا، ما نوعه؟ أهو متصل أم منفصل؟ بمعنى هل اتصل بشيء قبله؟ نقول لا. هل اتصل بشيء بعده؟ نقول لا. فإذا أنا ضمير منفصل. هل دل على متكلم أم مخاطب أم غائب؟ سنقول جميعا دل على متكلم. فإذا أنا ضمير منفصل دل على متكلم. انظر الآن عزيز الطالب إلى كلمة تلميذ. فتلميذ ما نوعه؟ أهو مفرد أم مثنى أم جمع؟ ستقول هو اسم مفرد. أمذكر أم مؤنث؟ سنقول مباشرة دلت على مذكر. فإذا أنا هذا الضمير يكون للمتكلم المفرد المذكر. تأمل عزيز الطالب الصورة التالية: هند تتكلم عن نفسها وتقول، قد تقول كما قال أحمد: أنا تلميذة مجتهدة. اتفقنا أن أنا ضمير للمتكلم وهو ضمير منفصل، لم يتصل لا بشيء قبله ولا بعده. ولكن تأمل عزيز الطالب كلمة تلميذة. فتلميذة اسم مفرد وهو أيضا يدل على مؤنث. فإذا أنا هذا الضمير، ضمير المتكلم، دل على المفردة المؤنثة. فإذا أعزائي الطلاب، من الضمائر ما يسمى بضمائر المتكلم. أنا وقد استخدم هنا للمفرد المذكر وللمفردة المؤنثة. تأمل عزيز الطالب الصورة التالية: أحمد وخالد يقولان، ماذا يقولان؟ نحن صديقان. تأمل نحن، هذا اللفظ قد استعمل للحديث، فقد استعمله خالد وأحمد فقالا نحن صديقان. فإذا كلمة نحن
أخفت الاسمين أحمد وخالد، فإذا هي ضمير قد أضمرت وأخفت. هذا الضمير متصل أم منفصل؟ سنقول مباشرة ضمير منفصل. أهو للمتكلم أم المخاطب أم الغائب؟ سنقول للمتكلم أيضا. ننظر إلى كلمة صديقان في الجملة فنلاحظ أنها أولا دلت على المثنى، وهذا المثنى أيضا مذكر، فإذا نحن ضمير للمتكلم هنا يدل على المتكلمين، أي على المثنى المذكر. تأمل الصورة التالية: هند وزينب تتكلمان، فماذا تقولان؟ نحن صديقتان. فنحن أيضا كقولنا في الجملة الأولى نحن صديقان، نحن هنا ضمير أخفى وأضمر اسمي زينب وهند، فإذا هو ضمير، وضمير منفصل أيضا، ودل على المتكلم أيضا. ولكن انظر إلى كلمة صديقتان، تجدها دلت على المثنى، وفي نفس الوقت هذا المثنى مؤنث، فإذا نحن استخدمت استخدامين للدلالة، أولا على المتكلم المثنى المذكر، وفي الجملة الثانية للدلالة على المتكلم وهنا المثنى المؤنث. تأمل عزيزي الطالب الصورة التالية: أحمد وخالد وعدنان يتكلمون، فماذا يقولون؟ قد يقولون نحن أصدقاء. فنحن ستقول لي مباشرة ضمير أخفى أسماء الأولاد جميعا، سواء كان خالد أو أحمد أو محمد أو عدنان، فهو ضمير ومنفصل أيضا. ونقول أيضا لو نظرنا إلى كلمة أصدقاء سنجد أن هذه الكلمة مفرد أم مثنى أم جمع؟ سنقول هي جمع لمذكر أم مؤنث؟ ستقول معي للمذكر. فإذا نحن ضمير للمتكلمين يستخدم لجمع المذكر. انظر عزيز الطالب للصورة التالية: هند وزينب وفاطمة يتكلمن، فماذا يقولن؟ قد يقولن نحن صغيرات. ستقول لي مباشرة نحن ضمير منفصل للمتكلم أو استخدمه المتكلم للحديث عن نفسه. ولكن انظر عزيز الطالب إلى كلمة صغيرات، ستقول لي مباشرة صغيرات جمع مؤنث، فإذا نحن هنا استخدمت للمتكلمات، أي لجمع الإناث. وجدنا أن الضمير نحن قد استخدم للمثنى وللجمع بنوعيهما المذكر والمؤنث. أما الضمير الدال على المفرد أنا فقد استخدم للمفرد المذكر وللمفردة المؤنثة. إذن أعزائي الطلاب نستنتج ما يأتي: ضمائر المتكلم المنفصلة هي أنا للمفرد المذكر أو المؤنث، نحن للمثنى وللجمع بنوعيهما المذكر والمؤنث. عبر عزيز الطالب عن الصورة التالية بجملة مفيدة من خلال الإجابة على السؤال التالي: الطبيب يخاطب سعيدا فيقول، لاحظ الطبيب يخاطب سعيدا، فماذا يقول له؟ قد يقول أنت سليم. لاحظ
أن الطبيب قد استخدم لفظ أنت، وهذا لفظ قد استخدم في الحديث دون أن يذكر اسم سعيد. فلذلك نقول أن أنت قد هذه الكلمة أخفت الاسم سعيد وأضمرته، فإذا هي ضمير. ما نوع هذا الضمير؟ أهو منفصل أم متصل؟ تأمل فتجد أن هذا الضمير جاء منفصلا غير متصل بشيء قبله ولا بعده. أدل على المتكلم أم المخاطب أم الغائب؟ ستقول لي مباشرة الطبيب يخاطب سعيدا، فإذا هو يدل على المخاطب. تأمل الكلمة التي تلت هذا الضمير وهي سليم، أهي مفرد أم مثنى أم جمع؟ سنقول مفرد، وأيضا دلت على مذكر. فإذا الضمير أنت نخاطب به من؟ سنقول مباشرة المفرد المذكر. تأمل الصورة التالية، الطبيب أيضا يخاطب هندا فيقول، ماذا يقول لها؟ قد يقول ما قاله لسعيد، أنت سليمة. فإذا أنت أيضا ستقول لي مباشرة أخفى وأضمر هذه الكلمة اسم هند، فإذا أنت ضمير وهو أيضا منفصل وفي نفس الوقت دل على المخاطبة. ولكن انظر إلى كلمة سليمة، أهي مذكر أم مؤنث؟ ستقول لي مؤنث، فقد أضيفت على سليم التاء المربوطة الدالة على التأنيث. فإذا أنت للمفرد المذكر، وأنت بالكسر للمفردة المؤنثة، وهو ضمير للمخاطب. تأمل ما يأتي، الحكم يخاطب الملاكمين فماذا يقول؟ قد يقول أنتما ملاكمان. فأنتما ستقول لي مباشرة ضمير مخاطب منفصل، ولكن على ما دل؟ انظر ما يحدد دلالة هذا الضمير ما بعده، فملاكمان مثنى وهو أيضا مثنى مذكر. فإذا عندما نستخدم الضمير أنتما نخاطب به المثنى المذكر. تأمل عزيز الطالب الصورة التالية، الطبيب يخاطب هندا وزينب فيقول، ماذا يقول لهما؟ أنتما صديقتان. فإذا استخدم الطبيب نفس الضمير أنتما، فهو إذن ضمير منفصل للمخاطب لو نظرنا إلى الكلمة التالية وهي صديقتان، سنجد أنها مثنى مؤنث. فإذا الضمير أنتما يستخدم للدلالة على المثنى بنوعيه المذكر والمؤنث. تأمل عزيز الطالب الصورة التالية، المدرب يخاطب اللاعبين فيقول، ماذا يقول؟ قد يقول لهم أنتم متميزون. ستقول لي أنتم ضمير منفصل وهو أيضا ضمير للمخاطب، فالمدرب يخاطب اللاعبين، ولكن انظر إلى كلمة متميزون، ستجد مباشرة أن هذه الكلمة تدل على الجمع وأيضا جمع المذكر. فأنتم إذن ضمير للمخاطب، هذا المخاطب يكون دائما جمع مذكر. تأمل عزيز الطالب الصورة التالية، مدرس يخاطب التلميذات فماذا يقول لهن؟ قد يقول كما قال المدرب أنتن متميزات.
فإذا أين الضمير؟ ستقول معي أنتن: ضمير منفصل ودل على المخاطب أو المخاطبات. هنا لو نظرنا إلى كلمة متميزات ستقول لي مباشرة: هذه الكلمة جمع وأيضا جمع مؤنث. فإذا أنتم تستخدم لجمع المذكر، أما أنتن فهي لجمع المؤنث. تأمل الآن عزيز الطالب الأمثلة مجتمعة. أنت مؤمن، أنت مؤمنة، أنتما مخلصان، أنتما مخلصتان، أنتم متفوقون وأنتن متفوقات. أين الضمير في كل جملة؟ ستقول في الجملة الأولى أنت. من المخاطب هنا؟ ما نوع هذا المخاطب؟ عندما نقول أنت ستقول المفرد المذكر، وأنت مؤمنة الضمير أنت بالكسر، وهو يدل أيضا ويخاطب به المفردة المؤنثة. أنتما مخلصان تقول أنتما، وأيضا هنا للمثنى المذكر. وأنتما مخلصتان ستقول أنتما للمثنى المؤنث. وأنتم متفوقون ستقول لجمع المذكر. وأنتن متفوقات ستقول معي أنتن، وهي لجمع المؤنث. أعزائي الطلاب، هل فهمنا درسنا؟ سنرى ذلك بعد الفاصل إن شاء الله. أعزائي الطلاب، ها قد عدنا مرة أخرى لنواصل درسنا. عين عزيز الطالب ضمير المتكلم فيما يأتي: أنا أحب قراءة القرآن، نحن مخلصون في أعمالنا. فأين ضمير المتكلم؟ سنقول مباشرة في الجملة الأولى أنا، وفي الثانية ستقول نحن. عين عزيز الطالب ضمير المخاطب فيما يأتي: أنت تحبين الصادقات، أنتن تدافعن عن الحق، أنتما رجلان من عائلة مسلمة. فالضمير في الجملة الأولى نعم هو أنت، وفي الثانية أنتن، وفي الثالثة أنتما. عزيز الطالب، تأمل معي التدريب التالي. ضع عزيز الطالب ضمير المتكلم المناسب. أستيقظ مبكرا، نحافظ على نظافة الطريق، طالبتان مجتهدتان. أستيقظ مبكرا، هناك شخص يتحدث عن نفسه، فماذا يقول؟ يستخدم الضمير أنا، فيقول أنا أستيقظ مبكرا. نحافظ على نظافة الطريق، نحافظ هنا الحديث لجمع، فنقول نحن نحافظ على نظافة الطريق. وفي الجملة الثالثة طالبتان مجتهدتان، فإذا نقول نحن طالبتان مجتهدتان. تأمل الآن عزيز الطالب التدريب التالي. ضع ضمير المخاطب المناسب أيضا. تسعون إلى المعالي، تحبان سماع الأخبار السعيدة، فلاحات نشيطات. قد يقول أحدكم أنتم تسعون إلى المعالي، وفي الثاني نقول أنتما تحباني، فنحن نخاطب هنا اثنين مذكرين أو المثنى المذكر. فلاحات نشيطات نخاطب هنا جمع الإناث،
فما الضمير المناسب هنا؟ نقول أنتن فلاحات نشيطات. أنا ركبت الطائرة كثيرا وزرت بلادا كثيرة. ضع عزيز الطالب ضمير المتكلمين نحن بدلا من ضمير المتكلم أنا وأكمل العبارة. ماذا تقول؟ نبدأ العبارة بالضمير نحن، فنقول نحن ركبنا الطائرة كثيرا وزرنا بلادا كثيرة. تأمل أيضا عزيز الطالب التدريب التالي. أنت مؤمنة بالله ورسوله، وأنت لله مسلمة. خاطب الجمع بهذه العبارة، فماذا تقول؟ قد تقول أنتن مؤمنات بالله ورسوله، وأنتن لله مسلمات. اختر عزيز الطالب الإجابة الصحيحة. أي الجمل التالية اشتملت على ضمير متكلم يدل على المفرد المذكر؟ هو تلميذ، هي تلميذة، أنا تلميذ، أنت تلميذ. مباشرة سنقول ألف وباء. الضمير المستخدم هنا هو ضمير غائب، هو وهي، فإذا نستبعد ألف وباء. يتبقى لدينا أعزائي الطلاب أنا وأنت، فأنت ضمير مخاطب، إذا لم يتبقى لدينا إلا الخيار جيم. أنا تلميذ يدل على المفرد المذكر. في الجمل التالية جملة تحتوي على ضمير المتكلم للمثنى المؤنث، هي هما تلميذتان، نحن تلميذتان، أنتما تلميذتان، هاتان تلميذتان. إذن المطلوب ضمير المتكلم للمثنى المؤنث، فهما للغائب، ونحن تلميذتان نتركها قليلا ونعود إلى جيم. أنتما تلميذتان هذا للمخاطب، وهاتان اسم إشارة. إذن لم يتبقى أعزائي الطلاب إلا الإجابة ب، نحن تلميذتان، فنحن ضمير المتكلم للمثنى المؤنث. في الجمل التالية أعزائي الطلاب جملة تحتوي على ضمير المتكلم لجمع الإناث، هي أنتن مجتهدات، هم مجتهدات، هن مجتهدات، نحن مجتهدات. أنتن للمخاطب، وهم للغائب، وهن للغائبات. إذا لم تتبقى إلا الإجابة دال، نحن مجتهدات. فنحن هنا ضمير المتكلم لجمع الإناث. ضمير المخاطب أنت يدل على المفردة المؤنثة، المفرد المذكر، المثنى المؤنث، المثنى المذكر. نقول مباشرة أنت وليس أنت، فإذا هي للمفردة المؤنثة. الجملة التي يخاطب بها المثنى المذكر هي أنتما طالبان، أنتما طالبتان، هما طالبتان، وهما طالبان. نقول في جيم ودال مباشرة هما ضمير للغائب، فإذا لم يتبقى لدينا إلا ألف وباء. لو نظرنا إلى باء نجد أن المخاطب هنا طالبتان مثنى مؤنث، والمطلوب المثنى المذكر. فإذا أعزائي الطلاب الإجابة الصحيحة هي ألف، أنتما طالبان.
الجملة المشتملة على ضمير المخاطب لجمع الإناث هي: أنتما معلمتان، أنتن معلمات، وأنتم معلمون، وأنتما معلمان. سنستبعد مباشرة ما دل على المثنى وهو ألف ودال، أنتما معلمتان وأنتما معلمان، لأن المطلوب ضمير المخاطب لجمع الإناث. فإذا لم يتبقى لدينا إلا أنتن معلمات وأنتم معلمون، فمعلمون مذكر، إذن تستبعد الإجابة جيم، ولم يتبقى لدينا أعزائي الطلاب إلا أنتن معلمات، فالضمير هنا أنتن لجمع الإناث. أي الجمل التالية تخاطب فيها المفردة المؤنثة؟ أنتن صديقات، أنتم أصدقاء، أنتما صديقان، أنت صديقة. المطلوب هو الضمير الذي نخاطب به المفردة المؤنثة. فإذا الإجابة الصحيحة مباشرة أعزائي الطلاب هي دال، أنت صديقة. الجملة التي يخاطب بها المثنى المؤنث هي: أنتما طالبتان، أنتما طالبان، هما طالبتان، هما طالبان. نستبعد مباشرة جيم ودال، فهما ضمير للغائب. إذن أنتما طالبتان وأنتما طالبان، أنتما طالبان دل على المثنى المذكر. إذن الإجابة الصحيحة أعزائي الطلاب هي ألف، أنتما طالبتان. الجملة المشتملة على ضمير المخاطب للمثنى المذكر هي: أنت معلم، أنتم معلمون، أنتما معلمان، أنتما معلمتان. إذن المخاطب المثنى المذكر ستقول لي مباشرة هي الإجابة جيم، أنتما معلمان. إذن أعزائي الطلاب وعزيز الطالب، تذكر ما يأتي: ضمائر المتكلم المنفصلة هي أنا للمفرد المذكر أو المؤنث، ونحن للمثنى وللجمع بنوعيهما المذكر والمؤنث أيضا. وتذكر أيضا ضمائر المخاطب المنفصلة هي أنت للمفرد المذكر، وأنت للمفردة المؤنثة، وأنتما للمثنى المذكر والمؤنث بنوعيهما، وأنتم لجمع الذكور، وأنتن لجمع الإناث. أعزائي الطلاب، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم، وعلى أمل لقاء يتجدد بإذن الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.